بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله. حمدا لك يا ربنا جمعت بين قلوبنا بالإيمان وأنعمت علينا بنعمة القرآن وشرفتنا بأن جعلتنا من أمة سيد الأنام. يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا أيها المختار أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء. أنى تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام وننقل لكم في هذا الجمع العظيم وفي هذه الندوة التثقيفية في أسبوعها الثالث واليوم الرابع في هذا الأسبوع من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية تنظمها وزارة الأوقاف المصرية مديرية أوقاف القاهرة برعاية كريمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. عنوان ندوة اليوم هو آداب البيع والشراء. معنا فيها قارئا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الغيطاني، ومبتهلا المبتهل الشيخ إبراهيم راشد، ومتحدثين كريمين الزميل الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب مسجد الفتح بميدان رمسيس. ويشرفنا بالحضور في هذا اليوم فضيلة الدكتور سعيد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود حلمي إبراهيم مسؤول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور علي سليمان بإدارة غرب القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، لا شك أن البيع والشراء هم عصب أي اقتصاد تقوم عليها الحياة. وعندما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله خليفته في أرضه، أمره أن يعمر هذه الأرض. وإن البيع والشراء من الأمور التي عليها مدار الحياة، فإن استقامت الحياة، وإن فسدت لا شك أن ذلك مؤذن بهلاك المجتمعات. والقرآن الكريم حكى لنا عن قصة سيدنا شعيب، فكان الأمر أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
وما انتشر الإسلام وساد في ربوع العالم إلا بأخلاق المسلمين في تعاملاتهم في البيع والشراء، بصدقهم وأماناتهم، فكان انتشار الإسلام في جميع أنحاء العالم. إخوة الإيمان، تدور هذه الندوة حول آداب البيع والشراء، لكننا نبدأ بخير الكلم وأطيبه، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد الغيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هذه الآيات التي استمعنا إليها بصوت قارئنا القارئ الشيخ أحمد الغيطاني كان فيها آية يقول المولى فيها عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. القرآن الكريم ينظم لنا المعاملات، وقضية البيع والشراء هي من القضايا الأساسية التي تدور عليها الحياة، وديننا هو المعاملة، الدين المعاملة. والمعاملات إن لم يكن فيها الصدق والأمانة التي هي من أخلاق الإسلام، لذا وجب علينا أن نتعرف على الآداب التي وضعها لنا ربنا سبحانه وتعالى وعرفنا بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه التعاملات، تعاملات البيع والشراء. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق هي الصدق والأمانة. تدور كلمة الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم حول آداب البيع والشراء، والتي يجب على كل مسلم أن يتخلق بهذه الآداب حتى نعيش في مجتمع تسوده المحبة وتسوده الإخاء والتعاون والتكافل. وكما يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف تكون هذه الآداب مع هذه الكلمة ودكتور أحمد القاضي؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وتسليما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية أرحب بهذه الكوكبة من علماء مصر وعلماء ومفكري وزارة الأوقاف، وقد شرفنا بالحضور فضيلة الدكتور سعيد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور محمود حلمي إبراهيم مسؤول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، فضيلة الدكتور علي سليمان المفتش بإدارة غرب القاهرة. أقدم التحية للمنصة الكريمة لزميلي الإعلامي الأستاذ عماد عطية، إلى فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح علم من أعلام الدعوة الإسلامية وعلم من أعلام وزارة الأوقاف، إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. تحية للجمع الحضور، وهذا الجمع الغفير الذي جاء من أجل العلم ومن أجل الثقافة، وإيمانا منه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة معالي وزير الأوقاف، وفي عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجد وزارة الأوقاف
وها هي المساجد بفضل الله عادت سروحا عظيمة للوسطية والاعتدال، وعادت ملاذا فكريا آمنا للنشأ والشباب وسائر أبناء المجتمع، كما أيضا صارت واحة عظيمة لتلاوة القرآن الكريم التي استمعنا إليها آنفا، وخدمة المجتمع من البرنامج الصيفي للطفل إلى مقارئ القرآن الكريم إلى مقارئ كبار القراء، فالدروس العامة والمنهجية، ثم الأسابيع الثقافية والقوافل الدعوية، فالمكتبات العامة ومكتبات الطفل ومراكز الثقافة الإسلامية والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية. وها نحن في الأسبوع الثالث من الأسابيع الثقافية، وقد بدأ الأسبوع الأول بمسجد مولانا الإمام الحسين وحقق نجاحا باهرا. لماذا؟ لأن اللقاء لقاء ثقافي، وإنسان مثقف يعني إنسان يعرف الله، محب لوطنه، محب لجيرانه، محب لزملائه، محب لعمله. فإيمانا من رائد تجديد الخطاب الديني في بلادنا الحبيبة مصر، معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، كانت هذه اللقاءات الثقافية وتلك الأسابيع الثقافية لنشر سماحة الإسلام ووسطية الإسلام ووسطية الفكر بين أبناء المجتمع، لنأخذ جميعا بأيدي وطننا الحبيب مصر. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموضوع اليوم يتعلق بآداب البيع والشراء، وسوف أتناول مشهدين يقوم عليهم البيع والشراء، بل من خلال هذين المشهدين يتضح الأساس الذي يبنى عليه البيع والشراء. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن ما زلنا نحتفل بذكرى هجرته، كان أول عمل أقامه عندما دخل المدينة المنورة هو بناء المسجد، ثم إيمانا منه صلى الله عليه وسلم وإدراكا منه صلى الله عليه وسلم لأهمية الجانب الاقتصادي في الدولة الإسلامية، أقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بجوار إقامته للمسجد أقام سوقا. هذه السوق تحتوي على المهاجرين وعلى الأنصار، وقال لهم هذه سوقكم، وضرب برجليه صلى الله عليه وسلم. إيمانا منه صلى الله عليه وسلم بأن السوق هو عماد الاقتصاد، والاقتصاد هو عماد الدولة، صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. المشهد الأول الذي نتناوله، حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم هو بطل هذا المشهد، يمر بالسوق ليطمئن على أحوال البيع والشراء، وكما تفضل زميلي الفاضل
بأن البيع والشراء لا بد وأن يقوم على الأمانة، على الأمانة. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان من عادته لا يصدر الأوامر فقط، إنما يتفقد أحوال السوق. من الذي يغش؟ من الذي يبيع للناس بيعا مغبون فيه؟ من الذي يحتكر السلعة عن المسلمين؟ من الذي يحتكر قوت المسلمين؟ فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يتفقد السوق، فإذا به وهو يمر يجد يرتاب في أمر رجل يبيع. فأدخل المصطفى صلى الله عليه وسلم يده في صرة طعام، فوجد أن الذي بداخل الطعام مبتل فاسد، زي كده انت ما تشوف ايه وش القفص كويس وتحت القفص ايه الله اعلم بحاله. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وجه الى البائع هذا السؤال: ما هذا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ فرد البائع: اصابه بلل السماء يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا وضعته أعلى؟ يعني لو كنت أنت صادق في كلامك كنت حطيت الطعام ده أعلى الطعام فيراه الناس، إن رضوا منه أخذوا. ثم أعلنها صريحة مدوية في سماء الدنيا أمام هذا البائع في هذه الواقعة: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، أي ليس من المسلمين، ليس من المسلمين من يقوم بالغش في الطعام والشراب والدواء والكساء. كيف تكون مسلما وأنت تأكل حراما وتغش في البيع والشراء؟ كيف تكون مسلما وأنت تغش في الدواء، وأنت تغش في لبن الأطفال، وأنت لا تأتمر بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المشهد الثاني، حتى لا أطيل عليكم أحباب رسول الله، بطله هو سيدنا عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه، يقتدي بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه تعلم وتربى في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأيضا يأخذ أحد أتباعه يسمى مسلم وينزل إلى السوق، يطوف في السوق، يتفقد أحوال الرعية كما كان يفعل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يصاب بالتعب من كثرة المشي في شوارع السوق، فيستند إلى جوار منزل هو ومن معه، فيسمع من تقول لابنتها: قومي واخلطي اللبن بالماء، حطي مية على اللبن عشان يزيد. فقالت البنت لأمها: يا أمّا، أما علمت أن أمير المؤمنين قد شدد في ذلك وحرم خلط اللبن بالماء؟ فقالت الأم: يا ابنتا، إن عمر لا يرانا. هو فين أنت وفين عمر؟ عمر لا يرانا. وعمر يسمع رضوان الله عليه، فترد البنت بلسان الصدق وتقول: يا أمّاه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وهنا يصدر
أمير المؤمنين سيدنا عمر لتابعه مسلم ويقول له حدد البيت، خطط كده بعلامة على البيت ده، وتعالى صباحا لترى من القائلة ومن التي ترد عليها. ويأتي في الصباح بالفعل ويعود بالتقرير إلى سيدنا عمر بن الخطاب ويقول له: يا أمير المؤمنين، القائلة الأم والتي ردت عليها الابنة. فيقول سيدنا عمر: هل لهم رجل؟ فيقول مسلم: لا يا أمير المؤمنين، معهمش راجل. فيجمع سيدنا عمر، يريد أن يكافئ هذه البنت، يريد أن يكافئها، فيجمع أولاده: من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ فيتزوجها ابنه عاصم، وتكون بنت بائعة اللبن هي جدة لسيدنا عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ونظرا لقرب انتهاء الوقت المحدد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يرزقها برزقه، وأن ينصرها بنصره، وأن يحفظها بحفظه، وأن ينزل عليها الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد العالمين. اللهم آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا للزميل الدكتور أحمد القاضي، كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم. ولا يفوتنا أن نرحب أيضا بعالمنا الجليل فضيلة الدكتور ياسر مغاوري، إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس، معنا في هذه الليلة. وكما تحدث الدكتور أحمد القاضي عن مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ربى فيها أصحابه على الصدق والأمانة، كيف لا وهو الذي اشتهر بهاتين الصفتين قبل البعثة، فعندما كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يتاجر في أموال زوجه بعد ذلك السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقد علم عنه الصدق والأمانة، وهي من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحق سبحانه وتعالى هو العدل وهو القسط. يقول الحق سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعندما نتخلق بهذه الأخلاق فإننا نؤدي على الوجه الأكمل أخلاقنا في الإسلام، ونكون كما أرادنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من أخلاق في البيع والشراء التي تدور عليها المعاملات اليومية. مع مزيد من آداب البيع والشراء يتحدث عالمنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح، إمام وخطيب مسجد الفتح بميدان رمسيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة هذه الندوات من الندوات التي تفيد المسلم دنيا ودين وأخرى. يوم السبت الماضي كان الموضوع حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يوم الأحد حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوم الاثنين
كان التكافل الاجتماعي الزكاة وما لها من أهمية كبرى للمجتمع، حيث أن المجتمع كل منا يحتاج إلى أخيه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يكون الأدب في البيع والشراء. ديننا الإسلامي دين كلي وشامل، لا تستطيع أن تفرق بين العبادات والمعاملات والأخلاق. فإذا كانت العبادات التي يقوم بها المسلم من صلاة وزكاة وصيام وحج تقربه إلى حضرة الرب سبحانه وتعالى، فإن للمعاملات فيها أهمية. لماذا؟ لأنها تصل بالخير إلى الغير. ودائما وأبدا في اللغة العربية يقولون الفعل المتعدي أفضل من الفعل اللازم. الفعل المتعدي ينصب مفعولا واثنين وثلاثة، أما الفعل اللازم هو يقتصر على الفاعل فقط. هكذا المعاملات الإسلامية إذا كانت العبادات لها مردود شرعي وإسلامي على الفرد الذي يعمل هذه الأعمال العبادات، فإن المعاملات فيها ربما تكون، مش عايز أقول إن هي أفضل من العبادات، ولكنها لا تنفك عن العبادات، وأنها طريق موصل إلى العبادات إذا أخلص النية الإنسان فيها لله سبحانه وتعالى. الفقهاء يتكلمون في الباب الرابع، يعني الفقهاء يتكلمون عن الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وبعدهم مباشرة يتكلمون عن البيوع. حتى حينما سألوا الإمام الجنيد، وهو من هو؟ هو سيد طائفة أهل السلوك والشفافية. قالوا له يا مولانا ألف لنا كتابا في السلوك، فألف لهم في البيوع. لماذا؟ لأن البيوع فيها مخالطة ومعافصة بين الناس بعضهم البعض. إذا كان الفقهاء يتكلمون عن أركان البيع وهما البيعان البائع والمشتري، الثمن والمثمن والصيغة، وجعلوا لذلك شروطا، أن يكون طاهرا، أن يكون حاضرا، ففي بداية كتاب البيوع يقول سيدنا أبو شجاع في متنه، يقول البيوع ثلاثة: بيع عين مشاهدة فجائز، وبيع عين موصوفة في الذمة فجائز إذا كان الموصوف على ما قال، والثالث قال بيع عين غائبة فلا يجوز. طيب، أهل الله لهم في هذا الكلام مضمون كبير. حينما قالوا ما أكل رجل طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده. لماذا خص سيدنا الله سبحانه، أو خص سيدنا النبي صلى خص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا داود بهذا؟ قال لأنه كان ملكا، الملك لا يعمل، الملك يأمر ولكنه لا يعمل. وسيدنا داود عليه السلام من ضمن صفات الملوك يريدون أن يتحصلوا على كل لذة. يعني إيه؟ يعني إذا كان هناك شهوات يريدون أن يتحصلوا عليها. ولكن سيدنا داود مع أنه كان ملكا كان يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده.
ربنا سبحانه وتعالى حينما تكلم في القرآن الكريم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، إلى آخر الآية. قال العلماء أكل الحلال هو المقدمة، ثم بعد ذلك يكون العمل الصالح. يعني إيه؟ يعني إذا رأيت، يقول سيدنا الإمام الباجوري، يقول إذا رأيت الرجل يعمل عملا صالحا فهو يأكل حلالا. ليه؟ قالوا لأن أكل الحلال مقدمة للعمل الصالح، وكل الذي نراه الآن في المجتمعات إنما هو من أكل الحرام والعياذ بالله سبحانه وتعالى وأكل الشهوات. فقال يا أيها الذي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا الأول، وبعد كده سيترتب على هذا العمل الصالح الذي هو مراد الله سبحانه وتعالى. وحينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل للمؤمنين سعرا ناداهم بالإيمان. فكثير من الناس يقولون إن الله سبحانه وتعالى أمرنا، والأمر فيه مشقة وتكليف، وظلوا بهذا النداء في تعب ونصب. ناس تانيين قالوا احنا هنأخذ هذا النداء على انه شرف لنا، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على هذا العمل، فأراحوا واستراحوا. دائما وأبدا العمل الصالح وأكل الحلال دائما من مقومات المجتمع المسلم. لكي يكون دعاؤك مستجابا كل حلال. قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى هذه مقدمة، أكل الحلال وأكل الطيب مقدمة لاستجابة الدعاء، مقدمة للعمل الصالح، مقدمة للسعادة، مقدمة للسرور، مقدمة للقرب من الله، مقدمة للحب مع الناس، مقدمة لحب الله عز وجل لك. يبقى كل هذا دائما وأبدا يأتي من أكل الحلال. وكان التجار قديما، ويحكي لنا الإمام الشعراني في كتابه لواقح الأنوار القدسية من العهود المحمدية، يقول إيه؟ يقول التاجر قديما كان يفتح حانوته في الصباح قبل شروق الشمس، خليكم معايا، وبعدين إذا أذن العصر قالوا لقد جاءت لنا عبادة الليل، وأقبل الليل، فيذهبون من بعد صلاة العصر، فإذا فرغت من مشاغلك فانصب لربك في الليل. هكذا دائما وأبدا كانوا يفعلون. وكان التجار دائما حينما يفتحون حوانيتهم أيضا كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا إذا رزقوا قوت يومهم عملوا إيه؟ أغلقوا دكانهم وحانوتهم، ثم بعد ذلك تفرغوا لزيارة أقاربهم وتفقد أسرتهم وقيامهم بليلهم. وهكذا دائما وأبدا. فالتجار إذا كان المؤمن والقائم يقوم الليل، فالتاجر أيضا يعمل بالنهار لكي يكفي عائلته وأسرته، وينصب قائما لله سبحانه وتعالى. وحينما جاء سيدنا صهيب من الهجرة وقد باع أمواله، وقد كان صانعا للسيوف في بلاده، في بلاد فارس، صهيب في بلاد الروم، جاء من الروم، وحينما ذهب ليلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعترضوه، فقال لهم إن اعترضتموني تعرفون أنني رامي
من الرواد من الرماة الماهرين وسأقتلكم، ولكن اجعلوني ألحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخذوا مالي كله. فلحق برسول الله لا يملك من الدنيا إلا ثيابه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا وشعبنا، وأن ينصر جيشنا، ويؤمن حدودنا، ويوفق ولاة أمورنا برحمته، وهو ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح، إمام وخطيب مسجد الفتح بميدان رمسيس. ولا شك أن أكبر جائزة ومنزلة أعدها الله سبحانه وتعالى للتاجر الصدوق الأمين، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذه هي أخلاق الإسلام التي بها تطمئن المجتمعات وتستقر وتتقدم. علينا أن نتبع هذه الأخلاق في البيع والشراء. نختم هذه الندوة التثقيفية بهذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم راشد. صلوات عظمى وسلام لرسول الله. لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول صلي على النبي وآل بيت سيدنا النبي. أكرم بفضلك جمعنا واغفر إلهي ذنبنا واستر إلهي عيبنا واشف مرضانا وارحم بفضلك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. فيا حتى متى أنت في حل وترحال وطول سعي وإدبار وإقبال؟ ولو قنعت أتاك الرزق في عجل إن
في المال فدع أمورك تجري في أعنتها فدع أمورك فدع علينا ما دعا لله
الكون يردد آمينا، والكون يردد آمينا. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله بهذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. نأتي إلى ختام هذه الليلة من ندواتنا التثقيفية واليوم الرابع من الأسبوع الثقافي الثالث الذي تنظمه وزارة الأوقاف مديرية أوقاف القاهرة برعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وأنوه إلى أن غدا بإذن الله تعالى الأربعاء هو اليوم الخامس في هذا الأسبوع الثالث من مسجد الفتح من الندوات التثقيفية، وتدور ندوة الغد حول حسن الأدب مع الخلق، ومعنا فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، ويكون معنا قارئا ومبتهلا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرد، ويدير هذه الندوة الزميل فوزي عبد المقصود المذيع بإذاعة القرآن الكريم. في الختام نشكر ضيوفنا الكرام الحضور فضيلة الدكتور سعيد مبروك مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور محمود حلمي إبراهيم مسؤول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، وفضيلة الدكتور علي سليمان بإدارة المفتش بإدارة غرب القاهرة، وفضيلة الدكتور ياسر مغاوري إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس. كما نشكر الحضور الكريم الذين حضروا هذه الليلة، ونشكر الزملاء على منصة زميل الدكتور أحمد القاضي كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، وفضيلة الشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب مسجد الفتح بميدان رمسيس، وأيضا نشكر المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد وفضيلة القارئ الشيخ أحمد الغيطاني الذين كانوا معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان، في الختام لكم أطيب تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.